يمشي خاطئ يا كش بالله الشيف ما غير يجي يلحق بنت العيشة الشيف عطنا شيلت يا وليفي. طيب شباب شباب يا شباب نبي شيلت تعال يا فريق احد فيه من فريق شداد شوي جبر لا في احد من فريق شداد يجي يقيم نبي شيلت انا يا وليفي نقيم على طول مف لا لا التقييم عندك يا شيف بس انه إذا تسمح شوفوا حنا الشباب ندعيهم إذا جو زين على زين ما جو أساسا التقييم عند الشيف يلا الشيف خلاص خلاص هذا تكفي يا أمانة يا عم الحاج تنطق بالحاج طيب. تنطق بكل حاجة نبدأ التقييم يا شيفنا ووجهك مشوش بسم الله ما شاء الله عليك طب يعني انت تتخيل ان انا ممكن اقول حاجة والله ما عليك زود لا مش متخيل لكن انا عاوز تقين الحد الله رقاس نود رقاس نود رقاس نود منجوب من روس الرياجل ادها لا تخرب الشكل لا تخرب طفيته؟ ايه طفيته عليك حط واحدة احنا جاك 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 ابو نزال عيش رفيدي الفريدي صديقنا ايش رايك يا شيف دق 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 بالله انا ابغى مايونيز وكذا عليها لا 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 ما اللي داخل مطعم انت بس شوف شوف يلا خلاص لا انا ما بخلص طيب ادخل قلت 700 حبه سوقها يا طيب شيفنا قيم لا لسه هذا تقيم لا لسه ما يخلص ما سمر يخلص ها انت تقيم يخلص عشان اشوف الطبق بتاعه اها اشوف الرسمه بتاعته لا شيف شيف هذا ظلم طبقت هنا خلصنوه كيف خلصنوه خلصت خلصنوه طبقت خليتوه كيف خلصت انا انا يلا باقينا خلصتوه شباب عشان نزل مايكل سحب من البرنامج زين وعود عليه ما يلا ايش شيف هسه شيف ثاني مره يا شباب ثاني مره شيف شيل الذنب حقها زين جده بتمسك منه وتا بس شيل الذنب الدنب حقه مش وحش 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 الدنب هذا طيب الان التقييم عند شيفنا ايمن وين شيفنا قبل الشيف عند عبد العزيز المغيري عبد الله الفريدي لا الفريدي من الشداد والله انت منين انا شداد الحالي وانت وين فيه شلبه الان فريق الشداد بقيم ينوب عنهم عبد العزيز المغيري يا سلام الله الله عليك الله استلذ 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 ذوق ذوق عشان انت بتقيم يا شيف ذوق 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 معنا خلصنا طبق بتاعه والله ذوق ذوق والله انت ذوق والله تبي ما في ذوق يا الله بتسحر ذا هي ذواقه بس علومك عسى ما اشترى شلون عندك لا بالشركة مور طيبة الحوض ايش دخل الحوض انت عندك الحوض المشكلة فيه لا لا الركبة ها الركبة 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 جعلك ما تشوف شر يا حبيبي قرش ها اسلم يا علي علي يا حبيبي يا اخوي عبد الله والله انه مكسب والله انه مكسب بالله تعالي مصور دق لعبد الله بالصورة هو العكازة والله ندق له صورة يلا اسلم اول شيء بيض الله جيهم جميل عليك علو هذا مقبل عليك ومو بقبال نفداك عطنا تقييم اسمعني يا اخي تعطيني مجال تكلم ولا اطلع والله عشان القيمه اعطيني مجال خلني اتكلم ابشر تبشر بالجنه ان شاء الله اول شيء بيض الله وجيهم جميع والله ناكلهم كلهم طيب كلهن على بعضهن قلها حلو هذه بعطيه الحين اوزع انا القيمه صح ولا لا اي استاذي يا ولي اوزع القيمه اي هنا 3500 لا 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 من 3000 من 3000 اي 2000 بيد الجمهور من 3000 اجل هنا 2000 وهنا 1000 هنا 2000 هنا 1000 ما شاء الله شكرا لك يا عبد العزيز شكرا لك شكرا لك يعني هنا 2000 هنا 1000 ذو خلص 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 والله نيات عندك المحكمة عندك المحكمة المحكمة مش دكتور كدوسي ذا قطع ما طبخة لا والله ما كل ما جانا عبد العزيز مغيري قال والله 4000 وانا 500 والله ما بسال انت ما تمشي انت ما تمشي ما انت راضي بتقييمي ما تمشي ما انت راضي بالتقييم انا ما ارضى ما ترضى انا اضرب راسك بالجدار انا ارضى بالشيء اضرب راسك بالجدار انا ارضى بالشيء ايمن
تبي يضحك هذا ما ادري والله مو بسنة لا بس عشان يعني بس عشان ها مستكسر اي والله مستكسر كل طبخه هذا بعد وزنا لا 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 شوف هنا انا بس خلها عقب الفجر ما لك داعي والله ما لك داعي خلها عقب الفجر بعضه وقف انقلب